حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ فهد العجلان، نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية. بعد التحية سيد فهد، طبعا دولة قطر خرقت معظم البنود الرئيسة في وثيقة الرياض والتي تم توقيعها في عام 2014، ما قولك حول ذلك؟ هي أعتقد أن مشروع دولة قطر في تفتيت منظومة مجلس التعاون واستهداف أمن واستقرار والسلم الاجتماعي والأهلي في هذه المنظومة قد بدأ منذ ربع قرن، وكانت كان هناك الكثير من الحلم والكثير من الصبر والكثير من أيضا المكاشفة التي كانت أو أعتقد أنها أغرت الساسة القطريين في مواصلة هذا المسار. في 2014 كما أشار تقديركم فعلا كان هناك ربما أول وقفة حاسمة تجاه ما يحدث، وكانت ربما أيضا وساطة الكويتية حاضرة، وتم هناك اتفاق وبنود. جاء أمير قطر وقبل الرؤوس ووعد بالالتزام، ثم اكتشفنا أن العادة القطرية تستمر في تهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية، أيضا ما تكشف اليوم عن دورها فيما يحدث في منطقة القطيف ودعم العناصر الإرهابية فيما أيضا يتعلق بدعم الإرهابيين في البحرين، فيما يتعلق بدعم الحوثيين. كل هذه الأعمال أعتقد قطر كانت تستثمر وتستفيد من الوقت الذي تمنح له لتحسين سلوكها. اليوم أعتقد أن القطريين أنفسهم يدركون حجم المأساة التي وصلت إليها هذه العلاقات، وأيضا ما اليوم تواجهه قطر من إجراءات صارمة تجاه دولة قطر التي للأسف استثمرت الأخوة والجوار والانفتاح على دول مجلس التعاون للإساءة إلى منظومتها والإساءة إلى الأمن والاستقرار فيها. اليوم حتى الخيارات القطرية اليوم التي قلت تلجأ لها هي في الواقع تكشف حقيقة الارتباطات التي تأذت منها دول مجلس التعاون. تفضل. ولكن قبل أن يعني نتكلم عن الآثار سواء السياسية أو حتى الاقتصادية، اليوم انضمت موريتانيا وجمهورية القمر للمقاطعين لدولة قطر، بالأمس الأردن خفضت من مستوى التمثيل الدبلوماسي معها، في أي سياق تضعون هذا التحرك؟ هل من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى قائمة المقاطعين؟ أنا أعتقد أن اليوم هذه المقاطعات ستزداد وستتكشف الكثير من الأوراق، لكن في الجانب الجيوسياسي وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية لا توجد دولة تدرك أثر وانعكاسات عزلتها عن دول الجوار الحدودي وتتمادى في سياسات معادية لها إلا دولة أو ساسة هم في الواقع مرتبطين بأجندة لا ترتبط بمصالح هذا البلد. اليوم أعتقد أن الأجندة القطرية ليست قطرية صرفة، وربما من المصالح القطرية مصالح الشعب القطري هي في الواقع في أدنى رتب هذا الاهتمام، لأنه يبدو أن هناك فعلا جماعات وجهات تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي القطري التي جعلت مثل هذه القرارات اليوم وللأسف تجمل في الإعلام القطري والإعلام المرتبط بقطر بشكل مضحك ومخجل وفيه الكثير من التضليل. يعني اليوم حينما نتحدث عن أن قطر قادرة على مواجهة مثل هذه الإجراءات الصارمة، فإنما نتحدث في الواقع عن ثقافة اقتصادية لا يدركها أو هي واضحة حتى لرجل الشارع البسيط. يعني سيد فهد، عذرا على المقاطعة، هناك يعني كما ذكرت بأن هناك أزمة اقتصادية تواجه قطر اليوم، اليوم الريال القطري في أدنى مستوى له مقابل الدولار، هناك أزمة اقتصادية حقيقية وهناك أيضا أزمة سياسية تواجهها قطر، هل هذا سوف يجعل قطر يعني تغير من سياساتها؟
ما هي الخيارات أمام قطر اليوم للعودة أيضا إلى حضن الخليج مرة أخرى؟ أنا شخصيا أمنيتي وأعتقد أنها أمنية كل خليجي صادق هو أن تعود قطر إلى جذورها التي للأسف اليوم مع هذه المكابرة. نعم. أستطيع أن أجزم كاقتصادي بأن القرار لم يعد بيد قطر اليوم. الكارثة أنا ذكرتهم أزمة، وأنا أعتقد أن الأزمة هو تخفيف لما تواجهه دولة قطر، وهو كارثة حقيقية. اليوم حينما نتحدث عن النموذج الاقتصادي القطري، ما يواجهه اليوم الريال القطري هو مضاربات تحوطية. نعم. المستثمرون اليوم يتحوطون لما هو أسوأ، وأنا أعتقد أنه لا زال لدى المستثمرين مساحة من القلق والاعتقاد بأن ربما حب الخشوم قد ينهي هذه الأزمة، ولكن حينما تتكشف الأمور بأن الوضع يزداد سوءا أعتقد أن الكارثة الاقتصادية هي أكبر. لا ننسى اليوم أن قطر هي من أكبر المستدينين في مسيرتها التنموية للقروض الدولارية. اليوم بعد مراجعات التصنيفات الائتمانية للاقتصاد القطري وما ستواجهه اليوم حكومة قطر في سوق الدين، وأيضا الضغوط البيعية أو الذعر البيعي الذي سيواجه الديون القطرية، كل هذا سيمثل في الحقيقة كارثة. أستغرب أن الأخوة القطريين اليوم يضعون مصلحة قطر والتي كلنا اليوم نريد أن ندافع عنها. أعتقد أن اليوم ما اتخذ هذه القرارات هو قلبه على قطر، لأنه يريد لقطر أن تصحو، يريد لقطر أن تشعر. هذا ما ذكره وزير الخارجية السعودي تحديدا. بالضبط. وأعتقد اليوم أن الارتباط بجماعة لديها مشروع أممي أو حتى جماعة أخرى اليوم اختطفت قضية فلسطين لكي تتماهى مع أجندات ضد العرب، كل هذا أعتقد أنه اليوم للأسف أنا أستطيع القول أننا أخشى أننا اليوم لسنا أمام حكومة قطرية قادرة على أن تكون في موقع المراجعة. نحن اليوم أمام مشروع أعتقد أن اليوم الصحوة الخليجية لمواجهته أصبحت ضرورة وأولوية، وأعتقد اليوم أن المواطن الخليجي اليوم يقدر فعلا هذا الألم الذي قررت دول مجلس التعاون اليوم على رأس المملكة العربية السعودية أن تقوم به، لأنه ليس آخر الدواء الكي بل البتر. اليوم ما نتمنى فعلا أن يكون هناك إعادة نظر فيما قامت به حكومة دولة قطر، لأننا اليوم أمام وضع اقتصادي كارثي لقطر، أمام حالة من تهديد الأمن الخليجي من خلال اليوم ما تكشف أيضا عن البحث عن ارتباطات حاول الإعلام المرتبط بقطر أن يروجها وكأنها هي خيارات. أنا لا أعتقد أنها يمكن أن تطرح في خيار في سياق الخيارات، هي في الواقع جرائم ترتكب سوف تنال المواطن القطري الذي هو جزء في الواقع من منظومة الأمن الاجتماعي ومنظومة دول مجلس التعاون، التي اليوم اضطرت دول مجلس التعاون اليوم أن تحافظ عليها بأقصى القرارات. وكلنا اليوم تفاؤل أن يكون الحل من قطر، يجب أن تكون قطر اليوم هي من يحل الأمر. الأمر ليس حاولوا في الواقع وبالذات الإعلام المرتبط بقطر وهو إعلام لجماعات نعرفها وجهات نعرفها، حاولوا أن يصوروا القرارات الخليجية بأنها انتهاك لسيادة قطر، بينما كلنا يدرك أن منظومة دول مجلس التعاون بين كل دولها شهدت الكثير من التباين وكان المجلس قادر على احتوائها، لكن كسر ثوابت مجلس التعاون الخليجي في الواقع هو سابقة قطرية، وهو ما تواجهه اليوم قطر. ويجب لقطر اليوم أن تعود أو أن تواجه بأقصى أيضا مما يحدث. إذن من الرياض كنت معنا الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية، شكرا جزيلا لك.